مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن مشاريع مصر التنموية. المشروع النهاردة هو مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وهو جزء من مشروع قومي كبير اسمه الدلتا الجديدة. الدلتا الجديدة ده مقام على 2 مليون فدان. هو طبعا مشروع على مراحل. مشروع بقى مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ده 500 ألف فدان، خلص منهم 350 ألف فدان. المشروع طبعا قائم على حفر الآبار المائية في محطتين لإنتاج الكهرباء، في مباني وفي مساكن، وفي يعني أبنية إدارية جديدة وكتيرة. هو معمول على امتداد طريق الضبعة، رود الفرج الضبعة، وده برضو كان جزء من المشروع القومي للطرق اللي بيتعمل. وطول الطريق ده 120 كيلو، وبيبعد عن 6 أكتوبر حوالي 30 دقيقة، يعني هو قريب قوي. وطبعا يعني المشروع ده بيوفر 10,000 فرصة عمل بشكل مباشر، 360 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر. وللعلم يا جماعة الأرقام دي مش اعتباطية، أنت بتتكلم في زراعة. الزراعة مش مجرد بذرة بترميها وزرع وخلاص، الزراعة فيها صناعات كتير وخدمات كتير متداخلة معاها، يعني الأسمدة والمبيدات والنقل العمالة والمهندسين، وعندك المحاصيل لما بتتعمل، النقل اللي بينقلها للمواني بره، والاستيراد والتصدير. ففعلا مع كبر حجم الرقعة الزراعية اللي انا بتكلم فيها 350 الف فدان خلصوا، فلما بقول 10,000 فرصة عمل بشكل مباشر و360 الف فرصة عمل بشكل غير مباشر، ده يعني ممكن يكون بيوفر اكتر من كده كمان، اعتمادا على الصناعات المتداخلة واللي بتغذي يعني النشاط الزراعي ده. طبعا الفايدة اللي بتعود من المشروع اللي خلص منه 350 ألف فدان ده، هو طبعا بيعمل عملية سد للفجوة الغذائية اللي موجودة، بيدعم وبيغذي الأسواق المتواجدة في طول البلاد وعرضها. وبجانب ده برضو هو في منطقة يعني قريبة من مواني برية وبحرية وجوية كتير، فبالتالي حركة الاستيراد والتصدير، ان انت بتصدر محاصيل كتير بره. ويمكن اخر صورة جت يعني من اماكن كتير بره مصر، هو التواجد الكبير قوي للمحاصيل المصرية، سواء زراعية سواء فاكهة او خضار، في الاسواق اللي موجودة بره. يعني انا حبيت انقل لكم الصوره عن المشروع الكبير ده، اللي هو اصلا جزء من خطه اكبر، وهي خطه او المشروع القومي الدلتا الجديده اللي ان شاء الله هتقام على 2 مليون فدان. مبروك لمصر والمصريين.